بعد نصغر، هكذا كان عنوان العمل المسرحي الذي أقامته بعض اليافعات برعاية مؤسسة موج لتوصيل رسالة بطريقة مختلفة تنص على مكافحة الزواج المبكر. أعتقد أنه العمل كان جميل جدا، لاقى النجاح، كان في فرحة، الرسالة وصلت، يعني من خلال المتعة، من خلال الفن، من خلال، وهي مسألة نقطة مهمة جدا، وتهتم مؤسسة بكيفية إرسال الرسائل النبيلة من خلال الفن، فهذه هي الأرقى. الفن شيء جميل جدا، ومن خلاله يمكن أن نعمل الكثير، فهو القوة الناعمة، وهو الثقافة، وهو المعرفة، وهو الجماليات، وهو الرقي، وهو الحضارة. من خلال المسرح، المسرح هو الحضارة. أثر هاي المشاريع وهي التدريبات اللي نحن عم نعملها حاليا بمدن القلمون، النبك، يبروت، قارة، درعا، طيب. فالمشروع هو كان لرفع الوعي بموضوع تزويج القاصرات. شاركنا نحن اليافعين بالمشكلة واليافعات، كونوا هن جزء من المشكلة. بعدين قمنا بإشراك الأهالي مثل ما تفضلتوا وشفتوا أنه يحضروا العروض. من خلال العروض السابقة مسرح تفاعلي كان يصير نقاش بين الأهالي وبين اليافعين واليافعات. فأنا كتير سعيدة وفخورة أني شاركت بهيك مشروع، وحاليا أكيد بعد انتهاء المشروع حيكون عنا تقييم أثر حتى نشوف نحن قديش ساعدنا بنسبة رفع الوعي وشو الأثر اللي تركناه عند الناس. المسرحية تضمنت عدة فقرات، منها جدارية تلوين ونحت لوحات تعبر عن القضية وآثارها، وعرض مسرح الدمى قصة ذات الرداء الأحمر، وغناء جماعي لجوقة صدى يبرود، حيث ضم العمل 65 يافعاً ويافعة. مشروع بعدنا صغار بلس 18 هو أول مرة بيصير بالقلمون، يستخدم الفن كأداة ليوصل رسالة للأطفال بمنطقة ما زالت حتى الآن فيها نسبة عالية من التزويج المبكر. لكن اللي شفناه اليوم وجود شريحة كتير كبيرة من الأهالي واليافعين واليافعات يلي هو موجه المشروع لهم حتى ياخدوا الرسالة. الرسالة بتقول لا للتزويج المبكر لأنه له مخاطر. مشاركة كتير حلوة ويا ريت تنعاد، إنه بنوعي الناس إنه ما يجوزوا بناتهم وهن صغار، إنه هالشي بضرهم وبسبب طلاقات بعمر صغير وما بيقدروا ياخذوا القرارات بشكل صحيح. أنا كتير استفدت من هاي المشاركة من ناحية الشخصية، الحضور، وبحب وصل صوتي لكل أم عندها بنت صغيرة بإلا أنه خليها حدك، لسه بكير هتتحمل المسؤولية. شوفي أنت كيف تزوجتي عبكير وتعبتي عبكير وخسرتي صحتك وعافيتك عبكير، خليها هي تاخد قرارها وتتزوج عسن الفوق 24 لحتى تقدر تحمل مسؤولية وتكون صحتها أحسن. عندما نتكلم عن الزواج المبكر علينا التكلم عن التعليم، حيث أن نسبة كبيرة من الفتيات اللواتي يتزوجن عن عمر صغير تتوقف مسيرتهم التعليمية، وهنا تبدأ مشاكل أخرى نتيجة هذا كالجهل والفقر والجوع والعديد من الأمراض الصحية والنفسية.